والسلام على اشرف المرسلين. اولا وقبل كل شيء اشكركم جزيل الشكر على الحضور، شكرا. اذا هذا كرسي العياده متخصصه في طب وتجميل الاسنان. اذا هنا نديرو لي سوين دونتير، دونك بلومباج كما نديرو حنا في الدارجه، نديرو لي سوين، نديرو لي بروتيز، نديرو لي بروتيز فيكس اموبيل. عندنا لا راديو، ار بي جي. كذلك نديرو البلانشيمون دونتير، تبييض الاسنان اللي هو تبييض الاسنان. عندنا نديرو لي زاباري دونتير كذلك. هذا هو كل شيء. يعني اساس. نعم هذا هو الاساس، هذا هو الاساس في العياده. نعم هذا وين اللي بغى يقلع الدرس ولا سبيه ولا خلع الاسنان، الاضافه الى خلع الاسنان. جراحه ولا ديروا جراحه كذلك. نتمنى لكل النجاح كل التوفيق، لكن عندنا بعض الاسره الطوريه وانتم من اهلها، انت روحك من اهل الاسره الطوريه، نبعثوا لك من بلا مجاهدين وبلا شهداء وبناتنا وكذا، تكون لهم يعني احنا نقولون باللي تكون لكم شويه رخصه على الناس الاخرين. ان شاء الله مرحبا. تخفيضات يعني. كما نقولوا احنا بنكون غير 20%. ولكن الحاج يليق تكون اتفاقيه. لازم ان شاء الله بحول الله. لازم ندعمها ان شاء الله الرحمن الرحيم. ونتمنى لك كل خير في هذه الولايه المجاهده ان شاء الله. وبالحضور سيدي المدير الله يبارك فيك وقول لنا هذا اخر بلا في ابليس نوز امام المعتمد وهذا الوالد نتاعها زاوية ها شيخ سيدي ابو عجلة تخاف من الاسنان ابني هذاك باباه كان خويا الله يرحمه برحمه الله. نتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله، وحتى المحامي وانت صار لك حاجه وعند المحامي. انا نتمنى لك الخير والتوفيق ان شاء الله برحمه الله وفي هذا القناه هذه انا نشهد يعني لك مستقبل في هذا ان شاء الله الحي هذا تحدي الحي هنا ما فيه كاستور كاين صح المقر هذا هنا الله يبارك يا مقر معزول وكل المحبين اللي يجب عليك ان شاء الله والجيب هي اليد، اليد نتاع الطبيب يكون عنده خبره وواحد يهضر لعشره وهي هذه هي ان شاء الله بارك فيك ان شاء الله بنت الله يعطيك الصحه الله يجزاك خير.